أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها دلالات تصريحات محافظ عدن ودعوته لإنشاء كيان سياسي جنوبي. كيان سياسي جنوبي جديد يعبر عن تطلعات الجنوبيين ويضع مطالبهم على طاولة المحادثات السياسية القائمة، مطلب طرحه محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي مثيرا الكثير من الجدل حول خلفية الدعوة ومآلات مثل هذا التوجه. الدعوة التي جاءت على هامش مؤتمر صحفي لعرض واقع الخدمات في العاصمة المؤقتة كان لافت أنها لا تزال دعوة جاءت للرد على السؤال عن ذات الموضوع، مما يضعها في خانة المطالب المؤجلة، خصوصا مع عدم ظهور أي تحركات بهذا الخصوص، إلا أن الجدل المثار حول هذه الدعوة فتح الباب على تساؤلات لا تزال بدون إجابة تتعلق بموقع القضية الجنوبية من الأزمة اليمنية الراهنة، وأين تتعارض هذه القضية مع أزمة اليمنيين، وكيف يمكن أن تؤثر هذه القضية على مسار الأزمة اليمنية في هذا التوقيت. في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث سوف نتوقف أمام هذه الدعوة لنناقشها في محورين: ما هي خلفية هذه الدعوة وإمكانية تحقيقها في ظل الوضع القائم، وكيف سيؤثر مثل هذا التوجه على مسار الأزمة اليمنية بشكل عام. نعود للنقاش بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل كمال حيدرة. دعوة لإنشاء كيان سياسي جنوبي موحد أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية في البلد. الدعوة التي جاءت على لسان محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي على هامش مؤتمر صحفي عن الأوضاع الأمنية والخدمات في العاصمة المؤقتة يبدو أنها لم تكن أكثر من مجرد إشارة عابرة من المحافظ، لكنها لاقت الكثير من الاهتمام نظرا للجهات الصادرة عنها هذه الدعوة وتوقيتها. من حق هذا الكيان إذا نشأ أن يكون له صوت طبعا في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، أسوة طبعا بكيان الحوثيين الذي يعتبر كيان شيعي 100%. نحن نطالب طبعا الرئيس هادي بدعم هذا التوجه، نطالب طبعا مجلس التعاون الخليجي بدعم هذا التوجه. الدعوة أشارت لأهمية مثل هذا المكون الذي يجب أن يمثل تطلعات أبناء الجنوب، إلا أنها أيضا تضمنت إيحاءات غير سياسية، مما أثار المخاوف من أن يكون هذا الكيان المزمع إنشاؤه إضافة أخرى لفكرة الصراع المناطقي الطائفي الذي تعمل ميليشيا الحوثي والمخلوع على إغراق البلد فيه. المحافظ دعا رئيس الجمهورية والتحالف العربي لدعم مثل هذا الكيان، بما يعبر عن تطلعات الجنوبيين ويمثلهم في الحكومة وفي أي مفاوضات سياسية مستقبلية حسب قوله، لكن البعض يرى أن مثل هذه الدعوة لا تخدم المسار الذي تمضي عليه الشرعية ولا يقع ضمن أولويات التحالف الداعم للشرعية في هذه المرحلة، وأنه ربما يكون عبئا على مشروعها ورؤيتها ودعما إضافيا لمشروع الميليشيا وادعاءاتها باعتباره تجزئا لمشروع إسقاط الانقلاب وتشتيتا للقوى الشرعية. دعوة المحافظ أثارت الكثير من التساؤلات، هل يسعى الزبيدي لإمساك زمام المبادرة في المحافظات الجنوبية بعد أن كان واضحا خلال الأيام الماضية تصاعد دور القيادات السلفية، أم أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي طرف إقليمي لتوحيد الجماعات والقيادات التي تتبعه في إطار مشروع واحد يمكنه من لعب دور أكبر على الساحة اليمنية؟ فيما من الواضح أن الفعل السياسي في الجنوب سيبقى محصورا في إطار التمثيل، بحيث يسعى كل طرف لإثبات أنه الممثل الوحيد لقضية أضاعتها مثل هذه الجهود التي لم تصل بها إلى أي مكان. إذن نبدأ مناقشة موضوع هذه الحلقة مع الصحفي ياسر اليافعي من عدن. أهلا بك أستاذ ياسر. أهلا وسهلا، مساء الخير، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير أستاذ ياسر. إذن الكثير من النقاش والجدل حول دعوة المحافظ الزبيدي حول إنشاء كيان سياسي جنوبي، أولا ما خلفية هذه الدعوة من قبل المحافظ؟ أعتقد أن الدعوة في هذه المرحلة هي مهمة للغاية، تعلم جميعا أن اليمن اليوم بات يتشكل من جديد، ولا سيما بعد الحرب التي شهدها الحوثيين وصالة على اليمن وأحدثت كثير من الغتامات وكثير من الإشكالات والفراغ السياسي الكبير، لذلك وجود طرف سياسي مثل الجنوبيين أو مثل الغالبية الكبرى من الجنوبيين الذين كانوا منضوين تحت الحراك الجنوبي والشعبي، أعتقد خطوة مهمة للغاية لحل كافة الإشكالات ما فيها القضية الجنوبية التي تعد أم القضايا. نعلم جميعا أنه خلال الفترات الماضية كان كل طرف يدعي انه يمثل الحراك الجنوبي، حتى تم حضور اشخاص الى مؤتمر الحوار الوطني على انهم يمثلون الحراك وليس لهم شعبيه، وهذا لم يساعد على حل حقيقي للقضيه الجنوبيه، لكن عندما يؤتى بشخصيات لها ثغرها في الشارع الجنوبي ويمثلون كمكون سياسي يدعم من قبل الرئيس هادي او من قبل قوات التحالف، اعتقد ان الامور ستتغير ليس فقط في الجنوب فقط ولكن في اليمن ككل. في ظل كان وما زال استاذ ياسر كان وما زال لا يوجد اي طرف أو أي شخص أو أي كيان يمثل الجنوبين حتى الآن.
يعني حتى الآن ما زال الجنوبيين بدون حامل سياسي، لا يوجد من يمثلهم بشكل واضح وصريح. تحدث عن دعم الرئيس هادي، الجنوب والشارع الجنوبي هو لا يعترف بسلطة الرئيس هادي ويعتبرها أيضا أنها ضد قضية الجنوب. لا، خلينا أكون معك يعني وتحدث بشكل صريح. عبد الرؤوس الزبيدي الآن محافظ محافظة عدن ويعمل تحت شرعية الرئيس هادي. دكتور ناصر الخبقي محافظ محافظة لاحقي ويعمل تحت شرعية الرئيس هادي، ومعترفين بشرعية الرئيس هادي. هذا إذا لم يكونوا معترفين لم يكونوا يقبلوا بهذا المناصب. هم أكثر شخصيات تمثل الحراك الجنوبي خلال الفترة الماضية. أعتقد أن الآن تأطيرهم في ظل حامل سياسي واحد سيساهم في حل الإشكالات في اليمن كلها. لماذا الخوف من هذا الحامل السياسي الذي يدعو إلى غيارات الجنوب؟ يعني يعلم الجميع انه محاوله التفتيت التي استخدمها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وشراد امام الكثير من قيادات الحراك خلال الفتره الماضيه، ومحاوله بعثره الحراك او تفريخه كما حاول يفرغ الاحزاب، كل هذا اوجد مشاكل عديده في الجنوب الان. طيب استاذ ياسر، معنى صدور هذا التصريح وهذه الدعوه على لسان المحافظ الزبيدي ماذا يعني؟ اعتقد انها دعوه هامه ولامه. بعدها كونه ياتي الان وهو يمثل السلطه المحليه في عدن، الان اعتقد ان التحالف لا يتعامل مع الزبيدي حتى غير التحالف، لان اعتقد الوضع في الجنوب انتقل الى مرحله اخرى في اطار مكافحه الارهاب. ربما اطراف اخرى دخلت على الساحه السياسيه في الجنوب، ربما يكون الامر مسموح منهم باتجاه حل شامل لليمن بشكل كامل، في ظل ان تعلم جميعا لو تم هناك حدوث اي حل ولا يمثله طرف جنوبي قوي يركز على الطرف الجنوبي قوي، لا يمكن ان يكون هذا حل شامل. الان في الدول الاقليميه دول دوليه تسعى الى محاوله لملمه الجنوبيين ضمن حل سياسي لليمن بشكل كامل. طيب نقطة مهمة أشرت إليها سنناقشها، موضوع يعني المساعي الإقليمية لبعض الدول الإقليمية. هناك من يرى في تحليل هذه الدعوة أنها ليست فقط أكثر من صراع على تمثيل الجنوب، ما دقة هذا الطرح بالنسبة لك؟ لا أعتقد هذا صحيحا على الإطلاق. يعني الآن عيدروس هو ضمن كيان الشرعية ولا يريد أن يكون هو يعني أو أنه يمثل الجنوب، هو دعا فقط كافة السياسيين في الداخل والخارج من أبناء الجنوب الى البدء بجديه في التفكير لايجاد حامل سياسي. وهذا الدعوه لم الزبيدي دعا اليها، ولكن سبقت شخصيات سواء كان ذلك محافظ لاحقي الدكتور ناصر الخبقي او شخصيات مغتربه في المملكه العربيه السعوديه او شخصيات قياديه اخرى في الجنوب. هذه الدعوه هي حتى من قبل الحرب اللي شنتها من الشيخ الحوثي وصالح، كانت هناك دعوات لتوحيد مكونات الحراك الجنوبي لكنها كانت تفشل بسبب اختراق الحراك من قبل مكونات اخرى، وتحديدا من قبل الرئيس علي عبد الله صالح وعلي محسن وغيرها. طيب استاذ ياسر، اذا ما تم اعلان هذا الكيان ما هي ملامحه ومكوناته برايك؟ اعتقد ان هذا الكيان لن يعلن عنه بسهوله اذا وتحديدا اذا لم يدعم من قوى اقليميه او تحديدا من التحالف في سبيل محاوله ايجاد حل شامل لقضايا اليمن. اذا تم دعمه من قبل التحالف ومن قبل الرئيس هادي كمكون سياسي يحق له المشاركه في اي مفاوضات قادمه، اعتقد تسبب له النجاح. عندما تقول استاذ ياسر اذا تم دعمه، هل هناك احتماليه لعدم دعمه لرفضه للوقوف ضد هذه الدعوه من التحالف؟ بحسب المؤشرات هناك على الصعيد السياسي في الجنوب الحراك منذ تقريبا اكثر من سنه، لغات الامارات في المملكه العربيه السعوديه في غيرها من الدول ما في ايجاد حامل سياسي متزن يحمل قضيه الجنوب ويشارك في اي حوارات قادمه لانهاء المشاكل في اليمن سواء كان ذلك في الشمال من الجنوب. الناس تعبت من الحروب، من الاقتتال، من الدعوات المناطقيه، من التحريض للاسف الذي لا زال الى الان هناك بعض الاحزاب السياسيه تحرض على هذه القيادات التي الان ثابته على الارض وتحاول انها تطبع الاوضاع السياسيه، لكن هناك من يهاجمها من ينتبهون الاحزاب السياسيه وهم بذلك يدينون المناطق مره اخرى حتى هنا خفت اصواتها. استاذنك بالبقاء معنا استاذ ياسر. ينضم الينا الان الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري. اهلا بك استاذ نبيل. اهلا وسهلا بكم. استاذ نبيل، بدايه كيف تقرا دعوه محافظ عدن لانشاء كيان سياسي جنوبي؟ هي دعوه اتت في ظروف غير طبيعيه ونتيجه طبيعيه ايضا لما شهدت المرحله السابقه في الجنوب من تجريف للحياه السياسيه وتجريم للحياه السياسيه ايضا. لا ننسى انه ما يسمى بالحراك الجنوبي اليوم هو عبارة عن أنقاض لبقايا أطلال الحزب الاشتراكي اليمني وبقية الأحزاب الصغيرة الجبهوية التي كانت موجودة والتي اندثرت وتم تجريمها بعد ذلك بمسمى آخر أو تحت مسمى الحراك الجنوبي وفصائله المتعددة والمتناثرة والمتخاصمة. وبالتالي
الحديث اليوم عن تكوين تيار سياسي أو كيان سياسي في الجنوب هي دعوة أيضا ليست لها أرضية مساعدة ممكن يبنى عليها بالنظر إلى هذا الوضع الذي آلت إليه المشهد أو العملية السياسية برمتها في الجنوب. نحن نشهد حالة تسطيح شديدة وخطيرة ضربت المشهد السياسي وأصابته بمقتل شديد جدا لا يمكن في عشية وضحاها اليوم أن نعيد ترتيب. طيب أستاذ نبيل ما علاقة توصيفك للحراك الجنوبي ومن يمثل ومن يتكون الآن بدعوة عيدروس الزبيدي؟ عيدروس الزبيدي الآن نتحدث عن مسؤول يمثل الشرعية. الغريب أيضا وانقطعت سؤالك، الغريب أيضا أن يأتي هذا الدعاء أو هذه الدعوة من ممثل السلطة المحلية. ممثل السلطة المحلية هو بإدارة تنفيذية لإدارة العاصمة المؤقتة. هناك فشل كبير على كل مستويات بالنسبة لإدارة هذا المشهد، وبالتالي أن نهرب من الفشل في إدارة الملف العام الملف الأمني والخدماتي للحديث عن مبادرات وكيانات سياسية، نعتقد في نوع من الهروب من تحمل المسؤولية الحقيقية للبحث عن مسؤولية افتراضية أو مسؤولية سياسية في ظرف لا تتحمله الحالة الجنوبية على الإطلاق. طيب استاذنك بالبقاء معنا استاذ نبيل البكيري، اعود مره اخرى للاستاذ ياسر اليافعي. استاذ ياسر، هذه الدعوه هل ما تزال دعوه ام ان هناك ربما بعض الخطوات الاجرائيه والتحركات باتجاه تفعيل تشكيل هذا الكيان السياسي في الجنوب؟ طبعا من البدايه دعني اقول على الاخ نبيل انه يمثل توجه سياسي معين في اليمن، وهو اكثر الناس يعني اشتاقوا غضبا من اعلان عيدروس كمكون سياسي. المفروض كانوا يباركون هذه الخطوه، لكن نعلم جميعا ان حزب الاصلاح يريد ان يكون هو الممثل الوحيد في الجنوب، وهو لا قيمه له في الجنوب ولا له شعبيه ولا له اي نفوذ في المرحله الحاليه. المعذره منك استاذ ياسر، استاذ ياسر الاستاذ نبيل البكيري شارك في هذه الحلقه بصفته باحث ومحلل سياسي، وانت ايضا كصحفي لا احد يمثل طرف سياسي. السياسي كان واضح توجهه السياسي وما يرددوه اعلاميا الاصلاح كان واضح في خطابه. عيدروس لم يفشل، عيدروس استلم عدن وهي مدمره بشكل كامل، اليوم تامنت عدن من عدن 80%، اما ملف الرواتب وملف الخدمات فهو بيد الحكومه الشرعيه ويد الرئيس هادي. لا يمكن يكون عيدروس بنك مركزي حتى يوفر للناس رواتب، الرواتب الحوثيين بما يملكون بنك مركزي ومقدرات دولة لم يستطيعوا توفيرها في صنعاء، فكيف سيوفرها عيدروس في عدن؟ هذا الامر دعنا ننتهي منها. لكن اقول لك اي مكون سياسي هناك له خلفيه شعبيه، الحراك الجنوبي لم يكن متنافر، كانوا متنافرين بعض القيادات المدعومه من اطراف معينه، اليوم الجنوبيون يقفون خلف عيدروس الزبيدي، وبامكان اي مركز قياس راي ينزل الى الشارع الجنوبي يقفون خلف عيدروس، ليس كمحافظ عدن ولكن كممثل للقضيه الجنوبيه، وهذا ما لا يرضى ان يفهموا الطرف الاخر وتحديدا الاخوه في حزب الاصلاح، يحاولون يغزمون عيدروس على انه محافظ عدن، بينما حتى امريكا في ملف محاوله الارهاب تتعامل مع عيدروس كممثل لكل الجنوب وليس محافظ عدن. طيب ماذا عن التحركات الفعل التي يمكن الحديث عنها؟ هل هناك اي تحركات بدات واجراءات نحو تفعيل هذه الدعوه ام ستظل دعوه فقط؟ التحركات هي بدأت منذ مدة، أشرت لذلك سابقا، هناك تحركات في الإمارات العربية المتحدة، تحركات في المملكة العربية السعودية، تحركات في الداخل، هناك شخصيات في الشرعية مغربة من الرئيس هادي، شخصيات أخرى كانت في الحراك الجنوبي أو تيار علي سالم البيض، الآن هناك دعوات في ظل ما كان يسمى المؤتمر الجنوبي الجامع للمملكة المتحدة. أعتقد أن توحيد الكيان الجنوبي الواحد ويكون هناك كيان معبر عن ابناء الجنوب هو امر مهم جدا لتطبيع الحياه على مستوى اليمن، لا يمكن ان تفرض حلول في اليمن وغالبيه كبرى من شعب الجنوب لا يرضى، لكن لما يكون هناك مكون سياسي سيتوصل الجميع الى اتفاق سياسي سينهي كل المشاكل الموجوده حاليا في اليمن، وهذا المفروض كل الاحزاب السياسيه في اليمن تؤيد هذا الراي، لانه كما تعلم ان الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان ممثل للجنوب انهار بشكل كامل وتم التامر عليه من قبل علي عبد الله صالح وحزب الاصلاح في حرب عام 1994، واصبح الجنوبيين لا يوجد كيان يمثلهم عدا قله قليله من المؤتمرين الموالين. شكرا جزيلا لك استاذ ياسر اليافعي الصحفي، كنت معنا من عدن المشاركه في هذه الحلقه. اعود مره اخرى للاستاذ نبيل البكيري. استاذ نبيل. نعم معك. استاذ نبيل، هل تعتقد ان السلطه الشرعيه ودول التحالف يمكن ان يدعموا هذه الدعوه لعيدروس الزبيدي، وهو وجه لهم مطالبه بدعم هذه الخطوه وقال ان ربما الفرصه سانحه ليعبر الجنوبيين عن خياراتهم السياسيه وتطلعاتهم وان يكونوا طرف فاعل في المعادله السياسيه القادمه؟ انا باعتقادي المساله الحقيقيه في الجنوب هي ليست في مساله وجود تيار سياسي يمثل الجنوب، الجنوبيون ممثلون اليوم
ربما هم الوحيدين الموجودين في المشهد السياسي. الدولة الجنوبية، الرئيس الجنوبي، رئيس الوزراء الجنوبي، كل مؤسسات الدولة اليوم أصبحت بيد الجنوبيين. أنا باعتقادي الهروب عن الفشل الموجود في الحالة اليمنية، هناك فشل كبير وصارخ للشرعية أيضا ممثلة جنوبنا الآن. لكي نوصف الأمور بدقة، الجنوب أيضا أصبح اليوم بؤرة للفشل الكبير على كل المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية. أيضا هناك صدامات، هناك صراعات وأخذت أشكال خطيرة بأبعاد مناطقية، كلها هذه نتيجة طبيعية لتجريم وتجريف الحياة السياسية في الجنوب، نتاج أكثر من 10 سنوات من تجريم السياسة أنتج لنا هذا الواقع الموبوب بالفشل على كل المستويات. بالتالي ليس من السهولة بمكان اليوم الذهاب، وإن كنت أنا أشجع وجود كيانات سياسية تعبر عن إرادة والحالة الجنوبية، لكن هذه الحالة السياسية كيف يمكن اختبارها في واقع ملغوم بالصراعات المناطقية والفئوية في الجنوب؟ لا توجد ظروف طبيعية للحديث عن كيانات سياسية في ظرف لا يمكن أن يتم الحديث فيه عن. طيب أستاذ نبيل، ما رأيك بمن حاول الاصطياد في واستغلال تصريح المحافظ وجعل الصراع أو الهدف من تشكيل هذا المجلس هو أنه يأتي ضمن أدوات الصراع الطائفي والمناطقي؟ أنا باعتقادي في الحالة الجنوبية ليس هناك أي إشكالية فيما يتعلق بالصراع الطائفي في الجنوب، بيئة واحدة مذهبيا، لا خوف على أن تجر المنطقة في الجنوب إلى صراعات مذهبية طائفية. الأخطر في الجنوب هو كيف يتم توظيف هذه الحركات أو هذا المشهد الحاصل في إطار تأزيم مزيد من الأزمة السياسية في اليمن من خلال الحديث عن كيان يمثل الجنوب ويعبر عن إرادته ويحتكر هذه الإرادة ويقصي الأطراف الأخرى. أنت رأيت الأخ ياسر كيف يتحدث بشوفينيا عالية ضد حزب كالتجمع العلمي للإصلاح الذي كان يفترض أن يحضر أحد ليرد على الأخ ياسر. أنا لست مع أي لغة تخوين لكل الأطراف الحزبية، أنا مع عودة كل الأحزاب بفاعلية وأن يوفر لها الجو المناسب. الآن أنت تعرف في الجنوب لا حتى الصحف والصحفيين غير موجودين ومتواجدين في هذه المنطقة التي تعتبر عدن، التي يعتبر أنها عاصمة اليمن اليوم. كل القنوات إما فرت إلى عمارب أو أنها غير متواجدة في عدن. نحن أمام حالة شوفينية لا يمكن أن تنبئ بتطور. هذا يمكن أخذه ضمن ردك على حديث الأخ ياسر يافعي. أستاذنك أستاذ نبيل بنشرك معنا في هذه الحلقة رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب، ينضم إلينا. أهلا بك دكتور عيدروس. أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم. دكتور عيدروس، كيف تفهم دعوة محافظ عدن لإنشاء كيان سياسي جنوبي؟ شكرا جزيلا ومساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين الكرام. يعني مسألة الدعوة لإنشاء كيان سياسي جنوبي هذه ليست المرة الأولى، ولا أدري لماذا هذه الصخب المرتفع الذي قوبلت بها دعوة الأخ إدريس الزبيدي لإنشاء كيان سياسي جنوبي. لكن يعني أنا شخصيا من الذين دعوا إلى إنشاء جبهة وطنية عريضة تضم كل المكونات الجنوبية. اليوم الجنوب حول إلى صحراء سياسية، لم يعد هناك من حضور لقوى سياسية تعبر عن الشعب الجنوبي. يعني الأحزاب السياسية منشغلة بالدفاع عن الوحدة اليمنية التي لم تعد موجودة. لا يستطيع، أنا لست مع إقصاء أي حزب سياسي أو كيان سياسي، لكن على الأحزاب السياسية التاريخية العتيقة أن تعترف أنها فشلت في التعبير عن الجنوب وفي التقاط هموم الجنوبيين وفي التعبير عن همومهم. ولذلك الجنوبيين يبحثون عن خيارات جديدة غير الخيارات التقليدية التي ورثوها منذ 40 و50 سنة. يعني ولذلك طيب ما دام الجنوبيين يبحثون عن مشاريع أخرى بعد فشل القوى التقليدية، إلى أي حد تنظر أنه ممكن أن تكون هناك استجابة لدعوة الزبيدي ويتم الالتفاف حوله؟ الدعوة لإنشاء كيان سياسي جنوبي هي مطلب معقول، وعلينا أن نتحرر من عقدة أنه أي حديث عن شمال أو جنوب هي عدائية أو شوفينية. طبعا أنا لا أدري ماذا تحدث، ماذا قال المتحدثون قبلي، لكن لا أرى فيها أي شوفينية ولا أرى فيها أي عدائية. كان المؤتمر الشعبي العام في الجمهورية العربية اليمنية، لم يقل أحد أنه شوفينيا، وكان يعبر عن علي عبد الله صالح وأصحابه
وكان الحزب الاشتراكي في الجنوب صحيح كان حزب كل اليمنيين في الشمال والجنوب، لكنه كان يقود الجنوب ولم يقود احد انه شوفيني. فاذا يعني دعونا ناخذ الامور بواقعيه، الجنوب يذهب نحو تشكيل نفسه وهو بحاجه الى وعاء سياسي يعبر عنه، ليس بالضروره هذا الوعاء السياسي ان يكون معاديا لكل ما هو شمالي. يجب أن يكون لدى الجنوبيين ما يعبر عنهم سياسيا وفكريا ومنهاجيا وبراغماتيا على الأقل. طيب ستبقى معنا دكتور عيدروس، أعود مرة أخرى للأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل البكيري، تصريح المحافظ يتحدث عن كيان سياسي في مواجهة ميليشيا الحوثي، كيف تنظر أنت إلى مثل هذا الحديث؟ وأيضا إذا كانت هناك نقطة استوقفتك ربما في حديث الدكتور عيدروس النقيب. أستاذ نبيل، طيب أستاذ نبيل يبدو أننا فقدنا التواصل مع الأستاذ نبيل البكيري. طيب أستاذ دكتور عيدروس النقيب، الآن الحديث عن أهمية أن يكون هناك حامل سياسي للقضية الجنوبية هذا مهم، والكثير يتفق مع هذا الطرح، لكن البعض ربما يرى أن مثل هكذا كيانات هي ربما قد تتعارض مع مشروع السلطة الشرعية، مع أهداف التحالف العربي الداعم للشرعية، وهو وجه دعوة أيضا للتحالف وللرئيس هادي لدعمهم. عن إمكانية الاستجابة لمثل هكذا دعوة كيف تنظر لها أنت؟ أنا أعتقد أن في مشكلة لدى صانع القرار السياسي في البلدان العربية، وأقصد ذلك دول التحالف فقط. الدول التحالف تعتقد عندها تصور أنها ستخوض حربا ضد الحوثي وعلي عبد الله صالح وتقضي عليهم وتعيد عبد الرب منصور إلى صنعاء ومعه كل الشلة اللي ذهبت إلى الرياض. أعتقد بعد كل الذي حصل علينا أن نقرأ المشهد قراءة مختلفة. المشروع الإيراني الحوثي فشل في الجنوب واستبسل في الشمال، بغض النظر إن كان في الشمال مقاومته هي ناجمة عن مشروعية أو عدم مشروعية، لكن هناك حاضنة اجتماعية للمشروع الحوثي والعفاشي في الشمال ما تزال تدافع عن هذا المشروع. في الجنوب لم يعد هناك أرضية، العشرات الذين ذهبوا مع الحوثي أهلهم يشعرون بالعار من انتمائهم إليهم ويعلنون تبرؤهم منهم، وبالتالي يجب أن يكون حل للجنوب لوحده. هذا الحل يجب أن يستوعبه الأخوة العرب في دول التحالف، وأقصد ذلك السعودية والإمارات على وجه الخصوص، ويجب أن تستوعبه القوى السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية. فعلا هناك حديث الآن عن مساعي إقليمية، هناك فعلا حديث الآن عن مساعي إقليمية لبعض الدول قد تكون هي في التحالف العربي تسعى نحو توحيد أصوات الجنوبيين في موقف واحد، ربما الأهداف في غايتها أيضا. أنا بالنسبة للجنوبيين أيضا لي عليهم ملاحظات وانتقادات شديدة، وأنا نزلتها في دراسة متكاملة إن شاء الله سأنشرها خلال اليومين القادمين، وقد نشرتها في صحيفة محلية تصدر هنا في مدينة شيفيلد البريطانية، صحيفة شمسان الصادرة على مركز شمسان. الجنوبيين بحاجة لن يوحدوا صفوفهم، لكن بالنسبة للعامل الخارجي ما يزال البيان العربي يتحدث عن الحفاظ عن وحدة اليمن واستقراره. لن تكون اليمن مستقرة وموحدة، يا موحدة وغير مستقرة، يا مستقرة وغير موحدة. هذا هو الخيار المطروح أمام اليمنيين على الأخوة في التجمع اليمني للإصلاح وفي المؤتمر الشعبي العام وفي الحزب الاشتراكي وفي الناصري وفي كل القوى السياسية المحترمة. عليها أن تستوعب أن الجنوبيين يذهبون باتجاه آخر أمام هذه القوى. أما أن تساعد الجنوبيين بأن يكونوا أنفسهم ويحافظوا على دولة جنوبية، أو أن تدخل في المؤامرة ضد الجنوب كما دخل علي عبد الله صالح والحوثيين، وستحسب جزء من خصوم الجنوب. بالنسبة للدول العربية أو بعض الأوساط العربية التي تدعم قيام كيان سياسي جنوبي، انا اتمنى على الاخوه اخوتنا اشقائنا في الاعلام اليمني ان لا ينظروا لا من منظر المؤامره. الناس ظلوا لعشرات السنين ينعتون نيلسون مانديلا بانه ارهابي لانه كان يطالب بحقوق السود. عاملوا هنا زي ما عامل الغرب سود جنوب افريقيا، وقولوا يا سود الجنوب انتم لكم حقوق
تنتزعوها. هذا هو المطلوب اليوم من البلدان العربية ومن القوى السياسية اليمنية. إذا ظلت القوى السياسية اليمنية تضحي بأخلاقياتها وبسمعتها وبتاريخها من أجل مصالح مجموعة من النهابين الذين شاركوا فينا بالجنوب، فإن الخيارات مفتوحة خلاص. يعني طيب دكتور عيدروس، واختاروا مصالحهم وفضلوا على مصالح الشعب. دكتور عيدروس، الخيارات دكتور عيدروس، ربط بين الاستقرار وموضوع الانفصال أو حل مشكلة الجنوب بالانفصال، حديثك هذا أيضا ربما قد يتعارض مع الأولويات الحاصلة الآن بالنسبة للتحالف العربي وللشرعية والرئيس هادي وحكومته. يعني هناك مشكلة بترتيب الأولويات. زي ما قلت أنا في البداية، اليوم أنا أسأل أي واحد يمني من المعايد من المتعاطفين مع الشرعية، وأنا واحد من المتعاطفين مع الشرعية، هل يتصور أن الشماليين بما في ذلك الذين مع عبد ربه في الرياض هل سيقبلوا به رئيسا للجمهورية يمنية ويعيدوا إلى صنعاء ويدافعوا عليه؟ تخلوا عنه يوم كان رئيس منتخب بعدين انتخبوا بسنتين. يعني الشرعية مفهومها يعني مفهوم عائم غير قابل للتحديد. الشرعية الوحيدة هي شرعية إرادة الشعب. طبعا أنا لست ضد عبد ربه منصور، لكن أقول أنه سيكون من المستحيل أن نفرض على الشماليين رئيس لا يرغبون فيه. وعلى أنا 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 وجهت رسالتي هذه للدول العربية وعلى رأسها الأخوة في المملكة العربية السعودية والإمارات أن يعلموا أنه إعادة الشرعية إلى صنعاء مستحيلة، لكن هناك خيارات. طيب عودة الشرعية إلى صنعاء مستحيلة في أقل من دقيقة، ما الممكن والمتاح الآن وتأثير مثل هذه الدعوة على مسار الأزمة اليمنية باعتقادك دكتور؟ بالنسبة لدعوة الأخ إدروس، هي قد قدمت منذ سنوات والناس ينادون بها. أتمنى أن تكون دعوة الأخ إدروس بثقاله السياسي وبحضوره الجنوبي أن تلبى من قبل الجنوبيين. لن تكون لها أثر بالنسبة للقضية اليمنية بشكل عام، بل يمكن للجنوبيين أن يكونوا سندا للشرعية مثل ما كانوا أثناء الحرب ضد المشروع الحوثي. شكرا جزيلا لك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز الشمسان للدراسات والإعلام، وأيضا الشكر موصول للأستاذ نبيل البكيري الكاتب والمحلل السياسي، ولضيفنا من عدن الأستاذ ياسر اليافي. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة كمال حيدر، في أمان الله.